على هاشتاق البرنامج سلطان العتيبي يقول الزلال شايل مزبوط على خالد العيسى، سؤال عن تصريح العيسى والزلال يتكلم عن ماكسيمان وهيثم عسيري والجندل والفتح. هو كان يتكلم، يقصد انه كان الاولى يقول كذا، يتكلم عن هالمواضيع مو انه راح الموضوع ثاني. لكن ما انا اتفضل عبد العزيز. لا انا بس تعليقي على خالد العيسى اني استغربت رده فعله. انت انهزمت من الجندل وانهزمت من الفتح اخر الدوري، والهلال والاهلي لقاء بحكام اجانب تقريبا شبه اجماع للخبراء التحكيميين لا يوجد اي اخطاء، يوجد حتى ضربه جزاء للهلال لم تحسب، الهدف اللي سجله للاهلي من اوت للهلال اخطاء، يعني ما هي اخطاء اثرت على المباراه. في النهايه طلع قال 12 لاعب وشكك بنزاهه وعداله المنافسه، فكنت انا اقول انه كان الاجدر والاولى انه يتحدث بامور تنفع الاهلي وجمهور الاهلي. كمثال الجمهور الهلالي طالب بقاله ياسله، اتمنى انه كان واضح وشفاف معهم وقال لهم ليش هو ما قال ياسله ومن السبب في بقاء ياسله الى الان في النادي الاهلي. ابو محمد صالح بن خاع، وانت رئيس نادي سابق وتملك تجربه رياضيه طويله، ايش رايك في هالتصريح الدكتور خالد العيسى؟ شوف دائما بعد المباريات اللي يبني عليها سواء المسؤول كمدرب او رئيس او ايا كان، المباريات اللي يبني عليها انه يرجع للواجهه ويخسر المباراه، اعتقد التصريح اللي بعد المباراه الدكتور خالد جانبه والصواب حقيقه. كنا نتمنى انه يتكلم عن انه يتكلم عن الاهلي والظهور بالمستوى اللي شفناه في امام الهلال، بحقيقه كان اطربنا الاهلي وخاصه الى الدقيقه تقريبا 60 والاهلي كان مقدم مباراه جميله جدا جدا. كنت اتمنى انه يتكلم في الجانب هذا ويتكلم انه الاهلي احنا نحتاج انه الاهلي هذه فرصه انه يرجع الاهلي لمستواه ويرجع للظهور بشكل هذا ما ننتظره في مباراه زي الهلال او زي النصر او زي الاتحاد يظهر في المباريات هذه، احنا نحتاج انه يتكلم في الجانب الفني والجانب اللي يشتغل عليه في بعد المباراه يبني على الاشياء هذه. اما موضوع انه حكم وما حكم و12 اعتقد انها سقطه يعني ما كانت مقبوله من الدكتور حقيقه. اخوي علي فيقة لاعب الاهلي، فيقة لاعب الاهلي مع الناقل الرسمي نجم الشوط الاول واللي سجل الهدف للاهلي، تكلم على النجم الاسباني فيقة نجم مميز ورائع، تكلم بعد المباراه في تصريح متلفز قال احنا جارينا الهلال ولكن الهلال تفوق علينا فنيا لانه كان اقوى. هذه الناس اللي تعرف الامور الفنيه داخل الملعب، لاعب داخل الملعب يقول لك الهلال تفوق علينا لانه الاقوى، ما قال لانه الهلال يلعب مع 12 لاعب، مع كامل الاحترام للاستاذ خالد. اخوي علي تفضل ابو محمد. اخوي علي انا اتمنى انه ما يتم تقسيم النادي الاهلي، لا الاهلي يوم من الايام يطلع في المباريات اللي مع الفرق اللي في مستواه المفروض. لا ننتظر انه يبني شيء ويعمل شيء في مباراه ثم يختفي في مباريات كثيره، وهذا جانب يغفلون عنه مسيرين النادي الاهلي سواء في الاخوان في الاداره وحتى في الجهاز الفني. الاهلي فريق وضلع وركن شديد في الكره السعوديه والرياضه السعوديه، يجب انه يتعامل كفريق كبير، ما يظهر لي في مباراه ويختفي في مباريات مع الفرق اللي اقل منه امكانيات، هذه تصير ونقبلها من الفرق اللي اسمح لي اللي اقول لك متوسطه او حديثه عهد في دوري روشن، لكن ما نقبلها من الاهلي، الفريق الاهلي شخصيته لازم تظهر في كل المباريات. نعم ابو محمد الاهلي خرج بشكل سريع، الاهلي خرج من الاهلي خرج من ابها الموسم الماضي في كاس الملك وهو منقوص، وخرج من الجندل، ما شاهد الاستاذ خالد العيسى يطلع يتكلم ويبرر اسباب الهزيمه، ما قال انا اعلق على قيمه الاهلي فقط. تفضل هاني عندك تعليق؟ اي انا اتكلم يعني عشان ما نقصوا على الاستاذ خالد العيسى انه ارتبط تصريحه بمباراه الهلال، لكن انا اشوف هل هو استاذ خالد العيسى هل عنده ما يبرر الكلام اللي قاله؟ نتفق انه عنده مبرراته وكلنا شاهدناها في الملعب، صحيح ان الهلال تفوق عليه في الشوط الثاني. شلون يبرر؟ شلون عنده ما يبرر؟ هذا يشكك بنزاهه وعداله المنافسه، هذا قاعد يقول 12 لاعب، انت قاعد تقول شلون يبرر انه هذا قاعد يقول 12 لاعب داخل الملعب. لجنه الانضباط الان إيه لا هو كان لو رئيس ثاني. طيب انا اتكلم خالد العيسى، هل شكك؟ هل لو نشاهد مثلا خالد العيسى عنده عندما يشاهد مثلا، يعني انا لابد ان نكون نبرر للرجل وجهه نظره، انا اشوف انه عنده اشياء مثلا الهدف الاول يا انه فيه دفع من متروفيتش وسجل الهدف الاول، زي اغلب اهداف متروفيتش في الالعاب الهوائيه دائما يستخدم يديه. وين الدفع فيه؟
ضرب ناصر الدوسري، ضرب ناصر الدوسري الفيقة في منتصف الملعب برضو هذه مرتبطة، ركلة الجزاء اللي علي مجرشي برضو مرتبطة. يعني فعلا أنا أشوف أنه أنا ما أتفق معه، وأنه لما يحمل التحكيم كل شيء التحكيم من كل شيء، لكن هذه الأخبار حصلت والأهلي متقدم. واضح أنا عبد العزيز في الدقيقة 64 في ضربة بالرأس لمتروفيتش في يد مدافع الأهلي، بنتكلم عليها، هدف الأهلي الآوت للهلال وليس للأهلي، في أخطاء تحكيمية، لكن أنت تشكك في عدالة المنافسة وتقول 12 لاعب ننتظر لجنة الانضباط. تسمح لي أخوي محمد صالح بن خاء عشان نختم هالموضوع. الدكتور كان المفروض منه ما يتطرق بالشكل هذا، كان المفروض يقول في أخطاء وكلنا نؤمن فيها أخطاء، سواء للأهلي سواء للهلال، وأخطاء مؤثرة وغير مؤثرة، كان المفروض أن يتطرق في هناك أخطاء تحكيمية بدون ما يشير أنه والله 12 لاعب. أنا أعتقد أنه ما كان موفق في التصريح، كان ممكن يوجه أنه في أخطاء استفاد منها نادي الهلال، وكلنا نعرف أنه في أي مباراة في أخطاء، اليوم استفاد الهلال استفاد الأهلي استفاد أي نادي كان، المفروض انه التصريح صراحة ما كان بالشكل اللائق حقيقة.